العائلات المحتلين الكثير من المعاناة، الكثير من الحرمان، بهدف تكسير عزيمتهم وعزيمة أبنائهم. والمعتقل الصخري جاء، والمعتقل الصخري جاء، والمعتقل التي صدرت في غياب المتابعين، وايضا في ظل رفض المحامين استمرار في الترافع، طبعا بعدما قرروا في النقطه الاخيره مقاطعه الشهادات وتوقف الدفاع عن تقديم المرافعات، بعد ان تاكد للجميع انتفاء شروط المحاكمه العادله، وان القضاء اللي عندنا في البلاد ليس قضاء مستقلا ولكنه قضاء استعمال. أصر ويصمم على إدانتهم بتقارير الشرطة القضائية وتثبيتها أسرا باعتبارها حقائق دامغة. أعطيكم غير مثال، أنه كاين طفل متابع 15 سنة عمره 15 عام، لأنه متابع القضايا المتعلقة بالطيارة باسمها، هذا اعتقل هو، شكون هو اللي خدم الشكاية بالضبط؟ هما الناس اللي اعتقلوا، ماشي الفشل إلا هما. إذن هادو من الحوايج اللي تبين على أن القضاء مصمم على إدانتهم بأي شكل من الأشكال. تبعا لذلك فإن الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بالناس، وهي تحيي الصمود البطولي لنشطاء حراك الريف السيني، طبعا اللي علمونا وأبدعوا في أساليب النظام السلمي والحضاري، وهم يطالبون بمطالب اقتصادية واجتماعية عادلة ومشروعة، شأنهم في ذلك شأن جميع المناضلين والمعتقلين السياسيين على خلفية مطالب على خلفية ملفات انتخابية مشروعة، خطة الحاج وغيرها من المناطق من المغرب. طبعا وجينا واحتجينا من كل مدينة، جينا وجينا واحتجينا من كل مدينة، جينا وجينا واحتجينا من كل مدينة، جينا وجينا واحتجينا شباب الحر وليد في اليد يا شباب الكرامة، والانتصار في هذه المعركة، والانتصار في هذه المعركة. هاك الشباب الذين عروا واقع التعميم التهميش واقع الفساد الذي شهده منطقة الريف وغيرها من مناطق المغرب، اللي كشفت عليه ايضا تقارير رقمية ديال الدولة، وتم على إثر إعفاء عدد ديال المسؤولين وعدد ديال الوزراء. إذا هذه المطالب المشروعة التي نظر من أجل هؤلاء واجهوا طبعا بأحكام قاسية. إن هذه السياسية كما قلت هي أيضا صمود العدلات وهيئة الحماس التي قدمت درسا في الشرف ونصرة المعتقلين والانتصار للحرية والعدالة. إن الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية للناس تعلن ما يلي: أولا، تمديدها بالإحكام الصادرة عن غرفة الجنايات دار البيضاء ليلة 26 يونيو 2018، وتلك الصادرة قبل ذلك عن محكمة الاستئناف الفاطمة، وآخرها الحكم الصادر ضد الصحفي حميد المهداوي بثلاث سنوات سجن النافذة، باعتبارها أحكاما انتقامية ضد مناضلين سلميين مارسوا حقهم في الاحتجاج،
من أجل مطالب مشروعة اعترف المسؤولون أنفسهم بعدالتها ومشروعيتها. ثانيا، تعلن تضامنا المطلق مع نظرات أهالينا في الريف ومع المعتقلين وعائلاتهم في كل مكان، ومع نظرات الشعب المغربي في كافة المناطق من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. تعتبر أن الأحكام الصادرة بحكم بحق النشطاء تعود بالبلد إلى سنوات الرصاص، وهي أي هذه الأحكام هي رسالة سياسية واضحة هدفها ترهيبنا وترهيب كافة النشطاء والمطالبين بالحقوق والحريات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها ضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين. وتعتبر أن سياسات القمع والترهيب وتكفير طاقات المجتمع وخنقه بمقاربة أمنية صارمة من شأنه تعميق مشاعر الغضب والتهميش لدى فئات واسعة من الشعب المغربي، تفتح البلد على آفاق مجهولة، وأن الأزمة البنيوية التي تعيشها البلاد سببها الاختيارات لا ديمقراطية واللا شعبية للطبقة الحاكمة، لا حل لها سوى بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيد الاعتبار للقيم الفاعلة في المجتمع وتفتح البلاد نحو أفق الحرية والتقدم. باي باي زمان الطاعة، باي باي زمان الطاعة، هذا زمان المقاطعة، هذا زمان المقاطعة، باي باي زمان الطاعة، باي باي زمان الطاعة، هذا زمان المقاطعة، هذا زمان المقاطعة، باي باي زمان الطاعة، باي باي زمان الطاعة، هذا زمان المقاطعة، هذا زمان المقاطعة. تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المتابعين على تقفية الاحتجاجات السلمية والمطلبية في الريف وفي باقي المناطق، وإيقاف متابعتهم وإسقاط التهم والملفات المفبركة والملصقة، وتهيئ الأجواء ضرورية للحد من انتقاد السياسي والاجتماعي للبلد. كما تجدد نداءها إلى كافة القوى الديمقراطية والأحرار في مدينة البلاد إلى إطلاق المزيد من الديناميات النظامية والتضامنية، وتحيد جهودها من أجل النضال لرفع التهميش عن المنطقة ومحاسبة المفسدين ونهب المال العام. عاش الريف ولا عاش من خانه، عاش المغرب ولا عاش من خانه. على الهيئات تحية نضالية إتابية. إذن الإخوان، تحية عالية لكم على حضوركم، ونتمنى أن تستمر هذه الدينامية التضامنية من أجل إطلاق أو استئناف نفس النضال في مدينة البلاد. نتمنى أن نلتقي قريبا. نحن على العهد بقول تحية نضالية وتحية الصمود والنضال. لنا يا رفاق لقاء غدا، سنأتي ولن نحلف الموعد. تحية نضالية للجميع.